أدت الاضطرابات الجوية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن مؤخرا إلى غلق طرقات بسبب تراكم الثلوج، والمناطق المعنية هي الطريق الوطني رقم 33 في تكجدة، الطريق الوطني رقم 15 ببلدية أغبال بالبويرة، الطريق الوطني رقم 15 بإفر حنان بتيزي وزو، الطريق الوطني رقم 33 بأيت بومهدي تيزي وزو، الطريق رقم 8 الرابط بين تبسة والعقل المالحة مغلق بسبب تراكم الثلوج.